كيف حالك يا نورة؟ نيح منيحة تمام؟ نعم يلا الحمد لله. مستعدة معي اليوم نراجع رياضيات؟ مستعد برافو عليكي، راجعتي الجداول زي ما اتفقنا؟ نسيت اليوم تعرفي شو رح نراجع؟ شو القسمة على 3 والقسمة على 6 و9 ونحاول نكتشف ورح نحاول نكتشف شو العلاقة ما بينهم. هاي 4 دقائق. تمام؟ تمام. صباح الخير يا تارا. صباح النور. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله منيحة. منيحة؟ مستعدة اليوم معي؟ شو؟ مستعدة معي اليوم؟ كتير مستعدة. برافو. بس نسيت أعمل الواجب. مش مشكلة، أنا هذا الواجب إلكم تعملوه وتخلوا ماما تصححه إلكم، أوكي؟ بس إنه امبارح كان عيد ميلادي وقبله كنت أجهز له، فإنها كسرت الخطة إن أنا عاد عم بجهز. طيب مش مشكلة، اليوم بتعرف إيش رح نراجع؟ رح نراجع القسمة على 3 و6 و9. أبدأ أنا وياكم، شو رأيكم؟ خلينا نبلش. يلا خلينا نبلش. صباح الخير يا خضر. كيف حالك؟ كويس؟ يلا نبدأ بسم الله. اليوم سنراجع القسمة على 3 و6 و9 ونحاول اكتشاف العلاقة بينهما. بينهم 7 كمان ولا بدون 7؟ بنحاول، إذا أسعفنا الوقت رح نحاول إنه إحنا أيضاً معهم القسمة على 7 برضو رح نحاول إن نراجعها، أوكي يا ثالث؟ ظهرت شاشتي صح؟ ظهرت. طيب من يذكرنا بمضاعفات العدد 3؟ يلا نورة. 3 6 12. لا 3 6 زائد نزيد عليها كمان 3. 9 12 15 18 20. لا 18 ضيفي عليها 3 تصبح 21. 24. سبعة وعشرون. تمام. 30. 30. هلا تذكرينا بمضاعفات العدد 3؟ 3 6 9 15 18 21 24 27 30. رائع. خضر. 3 6 9 15 18 21 27 30. برافو عليك. طيب رح نسأل أسئلة عشوائية، تمام؟ ماشي. نسأل أسئلة عشوائية. نورة، 21 تقسيم 3 يساوي؟ 21 تقسيم 3 حوليها لجملة ضرب. ما هو العدد بضربه في 3 بيعطيني 21؟
ثمانية. لا. تالا. سبعة. سبعة، برافو عليكي. طيب خضر، 24 تقسيم 3 يساوي؟ 24 تقسيم 3 نورة. 24 تقسيم 3 8. برافو عليكي. طيب نرجع لخضر. خضر، 9 تقسيم 3 يساوي؟ 9 تقسيم 3 يساوي 3. 3، برافو عليك. زيد الدين. نعم مس. صباح الخير، كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله. اهلا اهلا، كيف حالك يا مومني؟ كويس. كويس. اهلا اهلا. طيب زيد الدين، 15 تقسيم 3 يساوي؟ 15 تقسيم 5؟ لا، 15 تقسيم 3 يساوي اللي انت حكيته؟ 5. برافو عليك، برافو عليك. طيب مومني، 18 تقسيم 3 يساوي؟ 6. 6، برافو عليك، برافو عليك. يلا يا راما، في معنى راما؟ آية، سمعتيني يا آية؟ أنس. آية، 30 تقسيم 10 يساوي؟ 30 مقسم 10؟ نعم يساوي، سوري، 30 تقسيم 3 يساوي؟ 30. كثير سهلة يا آية. 30 تقسيم 3 يساوي؟ 10. أيوة 10، برافو عليكي، برافو عليكي. إذا طيب يلا يا بس بدي تختاري لي واحدة صعبة معنا. زيد الدين. نعم مس. اذكر لي مضاعفات العدد 3 بشكل سريع. 3 2 3، بعديها 4. لا، مضاعفات العدد 3، 3 6 تسعة. عشرة. لا، كل مرة عم بنزيد ثلاثة لأنها مضاعفات العدد 3 يا زيد. يلا، 3 6. 3 6. 10. 9 9. 10. لا، 12. إيش؟ 12. 12. 13. 12 زائد 3 يساوي 12. 12 10. 12 زائد 3 يا زيد، انت ركز معي، ركز معي. 12 زائد 3. 12 زائد 3. 15. 15، بعديها بعد ال 15 16. لا يا زيد، زيد احنا عم بنضيف كل مرة 3 لنحصل على مضاعفات العدد 3. تابع معي، شهد شهد، اذكري لنا مضاعفات العدد 3. شهد، انا مو سامعة منك اشي. شكل الصوت، بس مرات الصوت بيكون عندها مو ظابط. طيب
طيب ننتقل الآن. لو سمحتي انتوا صف ثالث ترفيع رابع ولا ثاني ترفيع ثالث؟ ثالث ترفيع رابع. حسيت لانه انا بنتي مش فاهمه إشي وهي ما اخذت اصلا هاي الاشياء، معلش فانا اضطر اطلع، بس هم مش عارفه كيف لازم اروح للاداره احكي لهم مره ثانيه يعني. والله بدك تتواصلي مع الاداره. اه بدك تتواصلي. خلص ماشي شكرا. انتوا مراجعه مزبوط؟ يا نعم مراجعه. تمام يعطيك العافيه حبيبتي. الله يعافيك اهلين. يلا يا شهد، يلا شهد نتابع. شهد تقدر تسمعوني؟ نعم سامعينك. يلا لنذكر معنا مضاعفات العدد ثلاثة. يلا أعطينا مضاعفات العدد ثلاثة يا شهد. كيف يعني؟ يعني جدول الثلاثة يا شهد. يلا درسنا في الصف الثاني. يلا ثلاثة ستة تسعة، كل مرة عم بنزيد ثلاث. يلا يا شهد. 12 نعم 21 24 27 30. برافو عليكي احسنتي. طيب نكمل، بدنا نتعلم طريقه نحفظ فيها مضاعفات العدد ثلاثة ونستخرج منها مضاعفات العدد ستة. مين ممكن يذكرني باساس العلاقه؟ بس ايوه نوره. إنه إحنا يعني مضاعفات الستة لهم علاقة بها، يعني إذا بدنا نضاعف حسب جدول الستة. برافو. ثلاثة ستة 12. برافو عليكي. إذن العلاقة اللي هي إيش؟ نفسها اللي أدرسناها في مضاعفات العدد اثنان و وإيش كمان؟ وأربعة و وثمانية. حكينا إنه أساس العلاقة بينهم ماذا؟ المضاعفة والتنصيب. مين ممكن يساعدنا إن نستخرج مضاعفات العدد ستة من مضاعفات العدد ثلاثة؟ كيف رح نعمل؟ يلا يلا يا تالا، كيف بدي أطلع مضاعفات العدد ستة الآن؟ ينفش واحدة بوحدة مثلاً. أول إشي هاي ممكن ثلاثة. طريقة هاي الطريقة، وشكراً لطريقتك الرائعة، هي طريقة تفكير. برافو عليكي. بس إحنا بدنا من الثلاث نفسهم من كل المضاعفات. يلا ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة، وبعدين نزود على التسعة ثلاثة. طيب ستة زائد ستة يساوي بعدين 12. إذن كل عدد أنا عم بضاعفه، أو ممكن زي ما حكت تالا إنه عدد نفشق عدد، مضاعف نفشق واحد، عرفتوا؟ يلا مين يكمل معي مضاعفات العدد ستة؟ من يكمل معنا؟ لمار سامعتيني لمار؟ يلا يلا نعيد السؤال. 12 بدنا مضاعفات العدد ستة. سمعتيني انا ام يلا يا لمار. طيب المضاعف الثالث من مضاعفات العدد ستة كيف رح نطلعه؟ اتفقنا انه احنا رح نضاعف مضاعفات العدد ثلاثة، يعني عندي التسعة، تسعة زائد تسعة يساوي يلا يا لمار. طيب لمار ركزي معنا ورح نرجع لك. مين ممكن يساعد لمار؟ راشد. صباح الخير يا راشد. يلا راشد ساعدنا في مضاعفات العدد ستة. يلا ستة 12 ثم 13. لا ركز، كل مرة عم بنزيد ستة. راشد نعم
يلا أنا مو سامع صوتك، بس إذا شوي ممكن تعلي الصوت شوية يا راشد. 18 برافو عليك. ثم 24 من يكمل معنا؟ يلا يا نورة بعد 24 30. طيب مين يعطيني جملة ضرب عدد في 6 يساوي 30؟ مين يساعدنا؟ عدد ضرب 6 يساوي 30. يلا غير تالا، ما هو العدد الذي إذا ضربته في 6 كان الناتج 30؟ أحد صفر. مس يلا يا نورة. 4. لا يا نورة فكري. 5. 5 أحسنتي، شكرا لك. إذن أساس العلاقة من 3 إلى 6 تضاعف، ومن 6 إلى 3 ماذا نسميه؟ تنصيف. ايه يا خضر؟ تنصيف. تنصيف أحسنت، شكرا لك. طيب هلا بدنا طريقة أيضا من مضاعفات العدد 3 نستخرج ماذا؟ مضاعفات العدد 9. مين ممكن يساعدني؟ يلا غير نورة، مين؟ مومني؟ مومني تساعدنا؟ يلا يا مومني. يلا 9. 15. لا 18. طيب الآن ركزوا معي، عندي 9 3 و9، شو العلاقة ما بينهم؟ مش ضعف واحد، مش ضعف واحد. مين ممكن يعطيني فكرة؟ تالا. تضاعفين. تضاعفين يعني إيش يعني؟ ضعف مرتين. أيوة يعني 3 زائد 3 زائد 3 3 زائد 3 زائد 3 3 أضعاف، صح؟ يلا 6 زائد 6 زائد 6 يساوي 18. طيب المضاعف الثالث لمضاعفات العدد 9 هو؟ يلا بدنا نضاعف 9 3 مرات، نجمعها 3 مرات، 9 زائد 9 زائد 9 يساوي 3. مين ممكن يساعدنا؟ مس. يلا يا نورة. 27. لا 27. سوري ايش حكيتي انتي؟ 27. رائعة، برافو عليك يا نورة. طيب المضاعف اللي بعده لازم نركز على المضاعفات يا ثالث. مين ممكن يساعدنا؟ يلا يا مومني. مومني يلا يا مومني. المضاعف الرابع من مضاعفات العدد 9 يعني 4 ضرب 9 يساوي، أو 9 ضرب 4 يساوي، بس بصير أنا يساوي 36. طيب من يكمل معنا؟ يلا يا راشد كمل معنا. 5 ضرب 9 يساوي 5 ضرب 9
45. 45، برافو عليك. إذن العلاقة إنها هي 3 أضعاف، من 9 إلى 3 3 أنصاف. يلا نكمل. 3 أنصاف. من يقرأ المثال؟ من يقرأ معنا المثال؟ بس بس بس. يلا يا مين ما شارك معنا؟ لمار. أنا ما سمعت صوت لمار. يلا يا لمار. أهلا يا جود، كيف حالك؟ ساعد ألا أمها في إعداد العصير البرتقال الطازج، حيث تحتاج إلى كل كأس إلى 7 حبات النبات. تحتاج كل كأس إلى 7 ماذا؟ حبات من البرتقال. إذا كان لديها 21 حبة برتقال، فكم كأسا من عصير البرتقال يمكن أن تصنع؟ كم كأسا من عصير البرتقال يمكن أن تصنع؟ مين ممكن يساعدنا؟ بس 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 بس. يلا يا بس. مين ما سمعنا له؟ بس بس شاهد ما سمعنا صوتها. يلا يا شاهد. بس بس سمعتي صوتي. يلا يا شاهد، بحب أسمع صوتك. يلا أشو أسوي؟ بس شادة تستيك، إيش لازم تسوي؟ يلا يا شاهد. لا لا كل كأس يحتاج إلى 7 حبات برتقال. يعني الكأس الأول 7، الكأس الثاني كم ستحتاج إلى حبات برتقال؟ 7 زائد 7 16. مضاعفات العدد 7. طيب جود، ما سمعنا صوت جود. يلا يا جود. 16. لا جود، ألا تساعد أمها في تحضير عصير البرتقال، معها 21 حبة برتقال، كم كأس عصير برتقال ستنتج ستصنع؟ 3. برافو عليكي. ليش 21 تقسيم 4 يساوي 3؟ يساوي 3 كؤوس. برافو عليكي، برافو برافو جود. طيب كيف ممكن نتحقق؟ كيف ممكن يتحقق إلي من صحة الحل؟ بس يلا غير نورة. نورة شاركت كثير، برافو عليكي. يلا زيد الدين جعبري. زيد الدين. أمس. يلا حبيبي، كيف ممكن نتحقق من صحة الحل؟ 7 ضرب 21. علي صوتك، برافو عليك، إجابتك صحيحة. 21. علي لنا صوتك. 7 ضرب 21 يساوي 7. لا لا لا، انت حكيتها بصوت واطي صحيحة. 3 ضرب 7 يساوي 21. برافو عليك. برافو عليك. اذا القسم اللي تحقق فيها من صحة الحل باستخدام طريقة باستخدام الضرب. باستخدام ضرب. طيب لدينا يا ثالث جمل قسمة سنصلها بالناتج، مين ممكن يساعدنا؟ مس. يلا أول جملة، مين بيحب يلعب مس. معنا؟ خضر. يلا يا خضر.
6 تقسيم 24 لا مش 6 تقسيم 24 تقسيم 6 يساوي 24 تقسيم 6 يساوي 4 نشوف برافو عليك مين يحل المسألة الثانية معنا مسألة مش يلا يا جود ثلاثين تقسيم ستة يساوي ستة ستة وثلاثون تقسيم ستة يساوي ستة برافو عليكي مش يلا مين كمان سنة مش راشد يلا يا راشد نعم 21 تقسيم 7 يساوي 21 تقسيم 7 راشد شو العدد اللي بضربه بالسبعة بيكون الناتج 21 بس 28 مكتوب عندي ثلاثة هذا الثاني الخضرة برافو عليك طيب يلا يا آية آية 12 تقسيم 4 يساوي 12 تقسيم 4 نعم بس ثاني بقى بس اثنين لا آية احسبي ما هو العدد الذي إذا ضربته في أربعة كان الناتج 12 مس أنا عرفتها يلا يا لمار ثلاثة ثلاثة برافو عليك يا لمار طيب عندنا لدينا ايضا 28 تقسيم 7 يساوي 28 تقسيم 7 يساوي مين يساعدنا على الحل يلا يا تالا مسانا يساوي أربعة برافو طيب يلا يا من يجيب مين بيحب يجاوب مس ما بيجي صعب يلا يا نورة نورة 54 تقسيم 9 يساوي ستة يساوي ستة برافو عليكي شكراً يا أحبائي طيب اللعبة الثانية بدنا نركب البيضة بنصفها الصحيح مين يساعدنا؟ من يساعدنا؟ يلا غير تالا جود يلا يا جود جود 49 تقسيم 7 يساوي 7 يساوي سبعة برافو عليكي يلا يا من يجيب مش يلا يا سليمان ايش بدك يلا سليمان خمسة واربعة وخمسين تقسيم ستة سبعة اربعة وخمسون تقسيم ستة يساوي مش سبعة بس صوتك بضل يقطع سبعة سبعة أربعة وخمسون ليست سبعة تسعة يساوي تسعة برافو عليك يلا يا خضر سبعة
اسمه 21 تقسيم 3 يساوي 7. يساوي 7، برافو. ايضا اخر مساله، يلا لمار. لمار بس افتحي الميوت يا لمار. 18 تقسيم 9 يساوي 2. يساوي 2، برافو عليكي، برافو عليكي. والان يا احبائي شكرا لكم لمتابعتكم على هذه الحصة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. وطلبي الأخير لكم مراجعة تداول الضرب، تمام؟ مين بيوعدني؟ مين بيوعدني إنه يراجع عن جد تداول الضرب؟ أنا ما بعرف ولا إشي من الضرب. تمام؟ برافو، إلى اللقاء أحبائي، إن شاء الله بنشوفكم بالمدرسة السنة الجاي. إلى اللقاء، يلا باي باي.